الراديو 99 يقدم إلهام المقار في بخاتي. كتابة ميشيل نبيل، محسن رزق، منتج منفذ شانل برودكشن، إشراف عام شادي مقار، إخراج محسن رزق. Welcome all of you and the new episode of Bakhati Show. Body in the house like Billy say, Bakhati, Bakhati. الشوه اللي باللسع ونشوش وكل العادات السيئة اللي احنا عايشين فيها وحوالينا. أعزائي عزيزاتي، أحبائي أحبيني المستمعات والمستمعين، النهاردة في حلقة هكون فيها معارض شرس أو خصم لكل موظف مش شايف شغله، بس زي ما تعودنا ولا يفوتنا عادة إن اللي in my heart on my mouth، يعني اللي في قلبي على لساني. Body in the house like Billy say، بخاتي بخاتي. من كام يوم كده اكتشفت إن البطاقة الشخصية بتاعتي بقت غير سارية، ولاني مواطن ملتزم وبحب وطني وسجل مدني وطني اروح اجدد البطاقة. هتجددها يعني هترشها دوكو يا بخاتي؟ لا يا خفيف، اصلاني مستخرجها من الحرفيين يا باو، قلت اروح بدري قوة عشان الحق الطابور من اوله، خايف يفوتني في حاجة. وفضلت واقف واقف ساعة ساعتين ثلاثة، يعني لو كنت رحت بنها اشتريت كيلو ونص عسل ورجعت كنت هوصل قبل كده. وبالفعل بعد عذابات ومضايقات وصلت للأستاذ الموظف. مساء الخير يا بيه، من فضلك عاوز اجدد البطاقة. حاضر حاضر، اقفي بس في الصف حضرتك وهتتصوري حالا. يا فندي ده انا جاي قبليها ولا عشان ست يعني؟ ما انا بكلمك انتي، مش انتي بخاتي السيد بخاتي؟ Body in the house like Billy say، بخاتي بخاتي. يا وقعطين انت وبخاتي، طب تاجي كيف؟ كل الشنبات والحركات والعضلات دي وفي الاخر يتقل انت؟ ما كانش جرار محمل سبخ وروس هرسني اشرف ليا قبل ما اسمع كلمة انت دي؟ طبعا انا ما سكتش ومسكت في خناقه، ازاي يقول انت؟ لكن الموظف فاجعني مفاجعه يشيب لها الاجفان، قال ايه؟ اني طلعت متسجل على الهباب الكمبيوتر ده اني النوع انثى. يا سنه طينه بطنطين ومهببه هبيب انثى، بخاتي رمز الرجوله، مصنع الهرمونات الشرقيه، أسانس الذكورة المبكرة بيتقل أنثى. والله ما هتطلع سمس عليك تاني يا عصمة، دي حرب، حرب على الجينات الذكورية الأصيلة. لما بخاتي يتقل أنثى، أمال مين اللي يتقل ذكر؟ Body in the house like Billy say، بخاتي بخاتي. Body in the house like Billy say، بخاتي بخاتي. ما سكتش وما هديتش وفضلت اخبط واطقر على المكتب بتاع الموظف. ما بالراحه حضرتك، انت كده هتكسر المكتب، وعموما الكمبيوتر اللي بيقول كده هصدقك واكدب التكنولوجيا. عموما هات لنا شهاده ميلادك الاصليه، الورق مش الكمبيوتر، ونشوف بقى مكتوب ذكر ولا انثى ونغيرها ساعتها. انثى؟ موضوع انثى ده خالص، فكك مني، ذكر بالثلث. وفضلت محتاس، جريت على امي ادور على شهاده الميلاد، ولما سالتها قالت لي مالك يا بخاتي متزردر ليه؟ انا اتزنقت في خبيز فلميت كل الورقات اللي في المطرح وحميت بيهم الفرن، ايه اللي حصل عاد؟ حميتي بيهم الفرن يما؟ بقيت اصوت كيف الحريمات، كيف ما مكتوب في البطاقه عاد. وفضلت من هيئة لهيئة ومن مكتب صحة المكتب صحة تاني ومن سجل مدني لسجل مدني، لحد ما في النهاية قدرت أوصل لشهادة ميلادي الأصلية. يا حبيبتي يا شهادة ميلادي يلي ردالي اعتباري اللي مكتوب فيها ذكر بالقلم العريض، ذكر يا خلقه. او تاني يوم رحت للموظف وحطيتها في عينيه الاتنين. لا، عين واحدة،
عشان التانية هيعمل لي بيها البطاقة يا خفة. ها يا فندي، ذكر داي ولا جوز حمام محشي؟ ذكر حضرتك كده، هرفض شهادة الميلاد بورق البطاقة وجددها لك. وفي اللحظة داي خدت نفسي وحسيت ان استرديت تاج الذكورة تاني من مملكة الرجال الأشداء. وفجأة ايه ده؟ ايه يا دودو اللي انت عملته ده؟ انت كل مرة تطلق الشاي على الورق. يا عم حاسب الشاي يا عم، حرام عليه، ومين اللي حاسب على الشاي دلوقتي بقى يا عم؟ سوري، معلش حضرتك، كده لازم تروحي تجيبي لنا شهادة ميلادك الأصلية تاني يا أنسة. كأنك اتجنيت تاني أنسة. إن شاء الله ينسوك في أبو زعبل وينسوك هناك يا فقرة. ودي إن ذا هاوس لك بي يو ساي بخاتي بخاتي. أنا هطلع شهادة فعلا، بس المرة دي شهادة وفاتك. اطلع يجري وأنا أجري وراك. امسك يا ولد، حلك، هات الرجل ده، امسك الرجل ده. ودي إن ذا هاوس لك بي يو ساي بخاتي بخاتي. يا أيها الموظفين في المصالح والأرشيفات والجهات المعنية والغير معنية، خدوا بالكم من الناس، واللي عنده ضمير يكتب شغله كويس علشان الناس ما تمشورش ومصالحها تقضى، وفي يوم واحد مش في اسبوع واتنين وتلاتة واربعة. يا ريت كل واحد ياخد باله من شغله ومن اللي هيكتبه في الاوراق الرسمية عشان الناس ما تطقش ومصالحها تقضى بسرعة. حد فاهم حاجة؟ بخاتي. تمثيل صلاح عفيفي، لاشين لاشين، يوسف سلامة، حسن الشريف، فوز المليكي، حمزة خاطر، محمود فتحي، رني عبد المنصف. مصحح لغة حسن الجناوي. كلمات الأغنية إلهامي مقار. تلحين وتوزيع أحمد صالح. هندسة صوتية محمود عزت. بخاتي، تسجيل ومونتاج محمد شعبان، روماني أمين، مساعد إخراج ومعد موسيقي أحمد عبد المعبود، منتج منفذ شامل برودكشن، إشراف عام شادي مقار، إخراج محسن رزق.